لك بلاها عبد الله. قائد كتيبة البيارق يقوم بالطبخ للكتيبة لعناصر الكتيبة. معكم أبو عمر، إيش عم تطبخ لنا أبو عمر؟ لحمة وبندورة. الله أكبر الله أكبر. إيش المواصفات مكونات الأكلة؟ ذو بندورة، لحمة، ملح، بهارات، بصل معدن، فليفلة فيه حطينا، ما في شيء ضرب. تمام؟ وهي الأكلة شغل جريبيسة أم العمارنة؟ لا شغل العمارنة شوي. أبو عمر شغل العمارنة. يا أبو عمر. نعم. شوية ملح. حطيت لهم. يعني ما أريد ما أريد يقول يعني يقول عيب فقط. أنا عز البطل جي. بطل ده يا. لا والله أبو عمر مو تيجي. بدون فضايح. ايوه اني هنا اني يمك بس بدون فضايح. يا ابو عبدو رايك ابو عمر بيعرف يطبخ؟ روح شوف لي البطل ومعطى. يلا 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 الله كبر. يا ابو عبدو تفضحنا يا اخي. بيعرف ولا ما بيعرف؟ هيو ابو عمر. ابو عمر ابو عمر صرميته على راس بشار الاسد. لا اله الا الله. لحن نسال على كل وبيحكي على الصرامي ملك فخرين. ايش هيك طبخ ابو عمر؟ تمام معلم. طبخ قبل هالمره؟ ايه. يعني دائما بتطبخ للكتيبه؟ ايه. يعني خارج نعزله من قياده الكتيبه ونعينه طباخ الكتيبه؟ لا ما معلمنا هو معلمنا بس ان شاء الله ما يرغى الحق. ايش رايك يا اخي؟ والله عمر من نوع الفاخر صراحه، يعني من نوع الفاخر. هو جوز اول مره تطلع وياه بدا يجرب بس زبط تطلع. يعني بفهم منك عم تجرب بالكتيبه. عم يجرب بس زبطت معه صراحه. يعني ايش رايك شيخي ابو عمر القائد والشيف؟ يا شباب لا حدا يمدح. اذا بدنا نقولك من قولك ولا بين بعض مو على الكاميرا عطاء. الحمد لله الله يجزيه الخير. كأنه أبدا حاسين حالنا قبل بيت فعلا. يعني طبخوا طبخ نسوان؟ والله طيب ايش هو يعني، يعني الطبخ مو عيب ولا يعني بالعكس هذا شو اسمه هذا أجر أجر أعظم من المجال. الله أكبر. شريف أبو عمر طباخ ماهر يكفي بقولك جدا جدا. هاي بقولك إيه ما هي محسوبة. مين بوي؟ وين وين وين؟ يا اختا وين؟ وين راي وين مازب شيخي؟ ماشي حاله طبخ ماشي حاله مقبول مقبول؟ مقبول مقبول.